افتتح سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة معرض الإبداع الإماراتي بالهيئة والذي يدعم الهوية الوطنية والأفكار الإبداعية. معرض الإبداع الإماراتي بهيئة كهرباء ومياه الشارقة قدم عروضا تراثية إبداعية بهدف التركيز على الثراء الذي تتمتع به البيئة الإماراتية والإبداع في التصميم والابتكار، وذلك بدعم الهوية الوطنية وترسيخ مفاهيم الإبداع في شتى المجالات لدى الموظفين. هيئة كهرباء ومياه الشارقة الحقيقة في كل شهر تختار يعني شهر معين، كنا احتفلنا قبل الشهر الماضي في شهر الطاقة، الآن نحتفل بشهر الإبداع والابتكار. طبعا هذه توجه الدولة الآن توجه عالمي، احتلينا الحمد لله المراتب الأولى في التنافسية العالمية والدولية، والتنافسية تقتضي الحقيقة أن لابد أن يكون هناك نوع من الإبداع والابتكار يبنى في نظام التدريس، يبنى في نظام المؤسسات والهيئات سواء كانت حكومية أو خاصة أو محلية. معرض الإبداع الإماراتي الذي يقام للمرة الأولى يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تحقيق التميز والاعتماد على الابتكار والإبداع في تقديم الخدمات الحكومية والمشاركة المجتمعية مع كافة الجهات الخاصة والحكومية واكتشاف تنمية المواهب في جميع المجالات. مشاركة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية هي مؤسسة رائدة في تمكين واحتواء ومناصرة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة. مشاركة اليوم بورشة عمل من النحاس، تقديم طلاب ورشة النحاس والأركت. تزامنا مع شهر الابتكار أطلقت هيئة كهرباء مياه الشارقة فعالية معرض الإبداع الإماراتي، حيث شارك العديد من المؤسسات والموظفين والأسر المنتجة، وكما كانت هناك حرف يدوية مثالا من المشاركات التي شاركتنا مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي ومدينة الخدمات الإنسانية. ضم المعرض جزءا من المشاريع المبتكرة التي قدمها موظفو الهيئة، حيث تضمنت الفعاليات عرضا للمشاريع الإبداعية الإماراتية والسوق القديم وعرض الحرف اليدوية قديما والإبداع والابتكار، كما تم تصميمه لبيئة إماراتية متكاملة. معرض الإبداع الإماراتي التي تنظمه هيئة كهرباء ومياه الشارقة ضمن شهر الابتكار يعد بيئة جاذبة ومشجعة لكافة شرائح المجتمع. لأخبار الدار، هدى سالم، الشارقة.